بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع الأحاديث الأربعين النووية رأينا الإمام النووي وهو يضع حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث في كتابه هذا، ولقد فعل ذلك أيضا الإمام البخاري في صحيحه، فإننا رأيناه وقد روى هذا الحديث في 9 مواضع في صحيح البخاري، في بعضها زيادات وفي بعضها اختصارات، ولكنه إذا ما فتحنا صحيح البخاري وجدنا أول حديث فيه هو حديث إنما الأعمال بالنيات. والإمام السيوطي في الأشباه والنظائر يرى أن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب الفقه، ويرى أن القاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها إنما أخذت من حديث إنما الأعمال بالنيات. قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة من القواعد 5 الكبرى التي بني عليها الفقه الإسلامي كله، هي قاعدة من القواعد التي اهتم بها المذهب الشافعي، ولذلك يقول الناظم يجمع هذه القواعد 5: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، وخلوص نية إن أردت أجورا. 5 محررة قواعد مذهبي للشافعي بها تكون بصيرة. يعني هذه هي القواعد 5: الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها وإخلاص النية لا بد منه، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، ولذلك اليقين لا يزول بالشك. هذه 5 هي القواعد التي بني عليها الفقه الإسلامي كله، وهي القواعد التي تفرعت منها كل القواعد الفقهية فيما بعد. الحديث يذكره الإمام النووي أول حديث في كتابه 40 النووية، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم تكلم به سيدنا عمر على المنبر، ولذلك سمعه صحابة كثير، ولم يتكلم واحد منهم أنه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر على عمر أنه ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعده العلماء مما يسمى بالتواتر المعنوي، لأنه متواتر في المعنى. العمل بالنية، هناك حديث أخرجه البيهقي بهذا المعنى، ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هو الحديث الذي رواه سيدنا عمر، ولكنه لم يرد إلا عن سيدنا عمر، وكان سيدنا عمر له كنية، وهذه الكنية أبو حفص، لأن ابنته هي السيدة حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان دقيقا في رواية الأحاديث،
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المدخل الذي هو مدخل لكل الدين: إنما تفيد القصر والحصر، إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل من المؤمن إلا بالنية المخلصة. والنية في المعنى اللغوي هي القصد، ومراتب القصد على 5 درجات. مراتب القصد 5: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فهناك خاطر هاجس، وبعد الهاجس خاطر، وبعد الخاطر حديث النفس، وبعد حديث النفس الهم، وبعد الهم يأتي العزم. والعزم هو النية، القصد المؤكد. كل هذه المراتب من مراتب القصد مرفوعة، ولكن في النهاية القصد المؤكد هو المأخوذ به، وهو النية. النية موجودة في العبادات، فهناك نية في الوضوء وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج، وهناك نيات أيضا في قضايا الطلاق وفي قضايا المعاملات، ولذلك فالنية لا بد منها. أحكام النية: أنها محلها القلب، ولذلك لا نتلفظ بالنية في الصلاة ولا في الوضوء ولا في شيء من هذا إلا في الحج ونحن ننوي الحج أو العمر. محل النية القلب، ومعناها القصد، ولا بد فيها من الإخلاص لله رب العالمين. زمن النية هو بداية الفعل غالبا، فبداية الوضوء غسل الوجه، وبداية الصلاة تكبيرة الإحرام، وبداية فعل الصيام متعذر أن نبدأها بالنية، لأن بداية الصيام هو الفجر، والفجر لا يستطيع أحد أن يجلس ويترصده، ولذلك تكفي النية فيه ولو في أي وقت من ليل الصيام. إذا كان الإنسان يفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، نويت صيام غد من رمضان. يكفي هذا. أو عند السحور أو في أي وقت في الليل فإنه يكفي لنية الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبيت نية الصيام بالليل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى حتى لو لم يعمل. فإنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله العمل إلا بنية مخلصة له. وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو نوى الإنسان الخير ولم يفعله فإنه يثاب عليه، ولو فعله لأعطي 10 حسنات. ولذلك أمرنا أن نحرر هجرتنا إلى الله ورسوله، وأمرنا ألا نجعل الهجرة إلا لله ولرسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.